عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم مشاهدينا لنشرة الأخبار الأخيرة اليوم الخميس من قناة السعودية. هذه هي العناوين. خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يهنئان الرئيس التونسي بذكرى الجناء لبلاده. هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تباشر جملة من القضايا الجنائية وتصدر أحكاما قضائية. 58% من سكان المملكة حصلوا على اللقاح المضاد لكورونا، والصحة تجدد تحذيرها من المتحورات. بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة الرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية بمناسبة ذكرى الجلاء لبلاده. عرب الملك عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته ولحكومة وشعب الجمهورية التونسية ازدياد التقدم والازدهار. كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة مماثلة لفخامة الرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية بمناسبة ذكرى الجلاء لبلاده. استقبل صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، حيث نقل سموه لأمير دولة قطر تحياتي وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، فيما حمل سمو الشيخ تميم بن حمد سموه تحياته وتقديره لأخيه خادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي العهد وتمنياته لهما بموفور الصحة وتمام العافية. وجرى بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها، وقد حضر الاستقبال صاحب السمو الأمير منصور بن خالد بن فرحان سفير خادم الحرمين الشريفين في قطر. وإلى ذلك استقبل الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وجرى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وقد قام الشيخ محمد بن عبد الرحمن مأدبة غداء تكريما لسمو الأمير تركي بن محمد والوفد المرافق له، وحضرها سمو الأمير منصور بن خالد بن فرحان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة قطر والوفد المرافق لسموه، ومن الجانب القطري الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني وناصر بن غانم الخليفي. أيها السادة، صرح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بأن الهيئة باشرت نخبة من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية وجار استكمال الإجراءات النظامية بحقهم، وكانت أبرز القضايا على النحو الآتي: القضية الأولى إيقاف مدير إحدى الكيانات التجارية وموظفين اثنين في أحد البنوك لقيامهم بعمليات مالية مخالفة. القضية الثانية إيقاف مدير الشؤون الصحية ومشرف الحجر الصحي في إحدى المناطق ومقيم يعمل بإحدى الشركات المتعاقدة مع الشؤون الصحية لقيامهم بعرض وظيفة على مواطنة مقابل تنازلها عن شكوى ابتزاز سبق أن تقدمت بها ضد المقيم. القضية الثالثة إيقاف ضابطان يعملان في اللجنة الإشرافية على ترسيم الحدود ومواطن لاتفاقهم على التلاعب بمساحات ومواقع عقارات تقع على المناطق الحدودية والحصول من خلالها على تعويضات مالية. القضية الرابعة القبض بالجرم المشهود على موظف في شركة المياه لاستلامه مبالغ مالية مخالفة مقابل إيصال المياه لمشروع تابع لوزارة الإسكان. القضية الخامسة إيقاف ضابط صف يعمل في إدارة سجون إحدى المناطق لحصوله على 1,000,000 ريال من أحد الموقوفين مقابل إطلاق سراحه بطريقة غير نظامية. القضية السادسة إيقاف مواطنتين لتأسيسهما وإدارتهما جمعية خيرية وجمعا من خلالها تبرعات وتحويل المبالغ المالية لحساباتهما الشخصية وتضليل الجهات الإشرافية.
القضية السابعة القبض بالجرم المشهود على مقيم أثناء تسليمه رشوة لأحد منسوبي وزارة التجارة مقابل إلغاء مخالفة وفتح مستودع. القضية الثامنة إيقاف موظف في وزارة البيئة والمياه والزراعة لحصوله على رشوة مقابل إنهاء معاملات في مكتب الدعم البيئي. القضية التاسعة إيقاف طبيب وطبيبة لقيامهما بإصدار وصفات طبية غير صحية وصرف حليب أطفال غير مخصص للبيع واستلام مبالغ مالية وهدايا عينية مقابل ذلك. القضية العاشرة القبض على موظف وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لحصوله على مبالغ مالية مخالفة مقابل تقسيم عقد إيجار عقار بين المستثمر والأمانة بهدف تخفيض قيمة العقد. كما صدر من المحكمة الجزائية المختصة جملة من الأحكام القضائية الابتدائية كان من أبرزها: أولاً، حكم ابتدائي بإدانة ضابط برتبة عقيد يعمل في إدارة التشغيل والصيانة ومسؤولين آخرين في وزارة الدفاع بجريمة الرشوة وسوء الاستعمال الإداري وتبديد المال العام والتزوير وغسل الأموال. ثانياً، حكم ابتدائي بإدانة عدد من مسؤولي مرور أحد المناطق بجريمة الرشوة والتزوير وغسل الأموال. ثالثاً، إدانة عدد من موظفي هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالتزوير والحكم عليهم بأحكام متفرقة بالسجن والغرامات المالية. رابعاً، إدانة موظفين بشركة الكهرباء بجريمة الرشوة وغسل الأموال وصدور أحكام قضائية وغرامات مالية متفرقة. خامساً، إدانة ضابط برتبة مقدم وخمسة مواطنين بجريمة الرشوة والتزوير وصدور أحكام متفرقة عليهم بالسجن. سادساً، إدانة رئيس الغرفة التجارية بإحدى المناطق بجريمة التزوير والاستيلاء على المال العام والحكم عليه بالسجن والغرامة المالية. كما صدر ما يفوق 100 حكم قضائي بإدانة عدد من المواطنين والمقيمين بجريمة عرض الرشوة على موظفين في عدد من القطاعات الحكومية ولم تقبل منهم، وتراوحت مدد السجن فيها ما بين 3 سنوات إلى 6 أشهر. أعلنت وزارة الصحة عن تجاوز إجمالي عديد الجرعات المعطاة من لقاح كورونا في جميع مناطق المملكة إلى أكثر من 44,300,000 جرعة، إذ بلغ عديد المحصنين بجرعتين من اللقاح أكثر من 20,470,000 شخص، لتصل النسبة إلى 58% من مجموع السكان. فيما بلغ عديد الذين حصلوا على الجرعة الأولى أكثر من 23,820,000 شخص، وتصل النسبة إلى 67% من التحصين. في آخر إحصائيات فيروس كورونا في المملكة، أعلنت الوزارة عن تسجيل 36 إصابة جديدة بالفيروس وتسجيل 49 من الحالات المتعافية، فيما سجلت الوزارة حالتي وفاة جديدة رحمهم الله. أبرزت شركة نيوم جملة من الاكتشافات العلمية العالمية غير المسبوقة والمتمثلة في اكتشاف قمة بحرية بارتفاع يصل إلى 635 مترا، واكتشاف أكبر حوض للمياه المالحة في أعماق البحار في العالم، بالإضافة إلى مساحة تزيد عن 600 كيلومتر مربع من المواقع الجاذبة للتنوع البيولوجي للأسماك والشعاب المرجانية. أما فيما يخص الكائنات البحرية، فقد جرى توثيق مشاهدتين اثنتين بالكاميرا لحبار عملاق، بالإضافة إلى تأكيد وجود 12 نوعا من الكائنات الضخمة، بما في ذلك أسماك القرش والحيتان والأطوم والسلاحف والدلافين، وتحديد 341 نوعا من الأسماك، منها 8 أنواع جديدة
و68 نوعا مستوطنا و18 نوعا نادرا ومهددا بالانقراض على مستوى العالم، إلى جانب توثيق مستوطنات جديدة لشعاب مرجانية نادرة تتميز بمقاومتها التغير المناخي. وقد تم عمل مسوحات تفصيلية لثلاث جزر غير مستكشفة واكتشاف ثلاثة مواقع بحرية جديدة. وقعت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان البرنامج التنفيذي للتعاون المشترك مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في مصر، وكذلك برنامج تعاون في مجال الإسكان التعاوني. تهدف هذه الاتفاقيات لتبادل التجارب والخبرات فيما يعزز التعاون بين البلدين. تم استعراض تجربة المملكة في التعامل مع التغيرات المناخية، وذلك من خلال مشاركتها في اجتماع المكتب التنفيذي لوزراء البيئة العرب في القاهرة. السعودية الخضراء منها تكون البداية، وإلى جميع الدول يمتد التأثير الإيجابي. في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة كان ذلك محور حديث المملكة من خلال مشاركتها في اجتماع المكتب التنفيذي لوزراء البيئة العرب بمشاركة ممثلي عدد من الدول العربية. ورأس وفد المملكة في الاجتماع الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للرقابة علي الغامدي، واستعرض الوفد تجربة المملكة في التعامل مع قضايا البيئة والمناخ. الاجتماع ناقش أيضا الوضع البيئي في فلسطين والجولان وغيرها من المناطق العربية، ومتابعة تنفيذ قرارات القمم العربية التنموية فيما يتعلق بمشروع الأحزمة الخضراء في أقاليم الوطن العربي ومواجهة آثار التغيرات المناخية، بالإضافة إلى مناقشة الاستراتيجية الإطارية لإدارة النفايات الصلبة في المنطقة العربية. محمد عبد الحكم، القاهرة. إليكم أهم ما جاء في هذه النشرة. خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يهنئان الرئيس التونسي بذكرى الجلال لبلاده. هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تباشر جملة من القضايا الجنائية وتصدر عددا من الأحكام القضائية. 58% من سكان المملكة حصلوا على اللقاح المضاد لكورونا، والصحة تجدد تحذيراتها من المتحورات. شكرا لكم، وقوا في سلام وأمان وعافية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.